طبعاً كان في مخلوقات في الأرض قبل آدم عليه السلام، وده بشهادة النصوص الدينية. تكوينهم ناري وتسموا الجن، حاربوا بعض وأفسدوا في الأرض وعصوا ربنا، فعاقبهم بالاستبدال. أرسل عليهم جنوده نفوهم وجهزوا الأرض لاستقبال المخلوق الجديد. بس كان في واحد من الجن دول عابد لله وتقي، عاش مع الملائكة وشاف بعينه المخلوق الجديد وهو بيتحضر للخلافة. بس الموضوع ما عداش بسلام، وربنا أخبرنا بكل اللي حصل. يلا نشوف. بعد ما الملائكة خلصوا مهمتهم في الأرض، أخدوا معاهم الجن التقي اللي كان عاش يعبد ربنا وما أفسدش زي باقي الجن، وده كان تكريم من ربنا ليه. بقى عايش وسط الملائكة وكان اسمه عزازيل. عاش فترة يعبد ربنا وكان من أشد العباد اجتهاد وعلم، لغاية ما ربنا أراد إنه يخلق خلق جديد. ربنا قال للملائكة إنه هيجعل في الأرض مخلوقات من طين، وطبعا سلالة المخلوقات دي هتبدأ من أول واحد منهم، وهيبقى اسمهم البشر، هيخلفوا الجن في الأرض. ومن المعاني برضو إنهم خلفاء الله في الأرض. فالملائكة ظنوا إن البشر هيبقوا زي الجن بالظبط، هيحاربوا بعض ويفسدوا في الأرض بشكل كبير. ما يعرفوش طبعا إن البشر هيبقى منهم أنبياء ورسل وأولياء لله، وممكن عبادتهم لله تفوق عبادة الملائكة، لأنهم هيبقوا مخيرين تماما وهيعبدوا ربنا بكامل إرادتهم. ده غير إن ربنا عالم باللي هيحصل، وإن البشر دول هيبقى ليهم عدو بيحاول يخليهم يبقوا زي اللي قبلهم. في فئة هتتخدع وفئة كبيرة جدا هتنجح في الاختبار. طبعا الملائكة ما يعرفوش كل ده، فسألوا ربنا عن سبب خلق البشر، وهم كملائكة بيعبدوا أشد العبادة. فرد عليهم وقال لهم إن هو عالم بأمور هم ما يعرفوهاش. فقبض ربنا قبضة من الأرض وسوها بإيده سبحانه بشكل البشر، فكان الجسد من طين، ومر عليه وقت بقى عامل زي الصلصال، وبعدين بقى صلب زي الفخار. لكن أثناء المدة دي عزازيل كان بيراقب اللي بيحصل، ويعدي على الجسد البشري ده ويقول في نفسه: انت اتخلقت الامر عظيم، انت اتخلقت الامر عظيم. ابتدى يحس في نفسه ان هو مش هيبقى مميز، وان في مخلوق دلوقتي بيتحضر ممكن يتفوق عليه في اي حاجه. وده ظهر عليه جدا لما مره كان جنب الجسد البشري ده ومع الملائكه، بقى يدخل جوه الجسد ده من الفتحات اللي فيه ويخرج من فتحات تانية، ويقول للملائكه: شوفوا ده اجوف. عايز يوصل لهم يعني ان ده مخلوق ضعيف وما فيش حاجه مميزه فيه، وقال لهم: ده انا لو اتسلطت عليه ههلكه. طبعا ربنا مطلع على كل حاجه وعالم باللي في قلب عزازيل. يعدي الوقت وتيجي اللحظه اللي ربنا هينفخ الروح في الجسد البشري. الملائكة خدوا أوامر إن أول ما تنفخ الروح في الجسد يسجدوا له كلهم، مش ليه في حد ذاته، لكن لصنع الله وقدرته. وبالفعل أول ما ربنا نفخ فيه الروح الجميع سجدوا إلا عزازيل، هو الوحيد اللي ما سجدش. فربنا سأله وهو أعلم باللي في قلبه، قال له: ما سجدتش ليه زي ما أمرتك؟ إيه اللي منعك؟ رد عزازيل بكل غرور وكبر، قال لربنا: أنا أحسن منه، أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، وأنا مسجودش المخلوق من طين. عزازيل صرح قدام الجميع بالحقد اللي في قلبه، وحول المسألة من طاعة لله لتحدي مع مخلوق هو ما يعرفش عنه حاجة. نفسه أمرته بالسوء وخلته يعصي الله بكل كبر، وهنا ربنا غضب عليه وطرده من الحضرة الإلهية، قال له: مالكش إنك تتكبر هنا. عزازيل اتطرد من الرحمة وشكله اتمسخ واتنزع منه التكريم، وبقى مهان بسبب الحقد والغل اللي كان جواه. بس بالرغم من كده ما اعترفش ان هو غلطان، ده تمادى في غلطه. بدل ما يندم ويحاول يستغفر ويصلح اي حاجة، عمل العكس تماما، قال لربنا: بما انك اغويتني. شوف، معتقد ان ربنا اللي غواه مش هو اللي متكبر. قال له: بما انك اغويتني انا هزين لهم في الارض وهخدعهم جميعا، هخليهم ملكي انا، ينفذوا اوامري انا، اجيلهم من كل مكان، من قدامهم ومن وراهم ومن فوق ومن تحت، من اليمين ومن الشمال، ومش هخلي حد فيهم يشكرك على حاجة إلا المخلصين منهم، وهخليهم يغيروا خلقك ويغيروا الفطرة. شفت اللي انت كرمته عليا ده؟ لو أخرتني اليوم القيامة وطولت في عمري هستولي عليه هو وذريته إلا القليل منهم. فربنا اداله اللي طلبه وطول في عمره، لكن مش ليوم القيامة، ليوم ربنا كتبه وقال له: عبادي ملكش عليهم سلطان إلا اللي هيتبعوك بإرادتهم، انت وهم هملة بيكوا جهنم. وهنا اتلعن عزازيل بإنه
مالوش رحمة ولا مقبول منه توبة لغاية يوم الدين، وتغير اسمه من عزازيل لإبليس. ومن معاني كلمة إبليس هو اللي يأس من رحمة الله، فقال لربنا وعزتك هفضل أغويهم مدامت أرواحهم في أجسادهم. فربنا قال له وعزتي وجلالي هفضل أغفر ليهم مدامه بيستغفرون. ربنا سمى المخلوق الجديد آدم وخلق ليه زوجة سماها حواء. آدم جاية من قديم الأرض يعني التراب، وحواء جاية من الحياة لأنها اتخلقت من جسم حي، تحديدا من ضلع آدم. ربنا علم آدم اللغة، إزاي يتكلم ويعبر ويعرف أسماء كل شيء، وده أمر أدهش الملائكة. بعد كده ربنا خلاهم يسكنوا الجنة قبل النزول للأرض، كأنها مرحلة إعداد، بس نبه عليهم إنهم ما يقربوش من شجرة معينة، وحذرهم من الشيطان إنه ممكن يخرجهم من الجنة، وده كان أول اختبار ليهم. في روايات بتقول إن الشجرة دي كانت شجرة عنب، وروايات بتقول شجرة تفاح وغيره، مش ده المهم. المهم إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إبليس عايز يذل آدم وزوجته، فعمل إيه؟ قعد يراقب الوضع ومستني الفرصة المناسبة لتنفيذ خطته. في ناس بتقول إنه دخل لهم الجنة في جوف الأفعى عشان يقدر يكلمهم، بس الكلام ده من الإسرائيليات ومش ثابت في الإسلام، الله أعلم هو كلمهم إزاي. بس أيا كانت الطريقة ربنا كان عالم وشايف وخلاه يبقى اختبار ليهم. فبدأ الشيطان أول مهامه، قال لآدم وحواء عارفين ليه ربكم نهاكم عن الشجرة دي؟ لأن اللي بيأكل منها بيتحول لملاك ويحصل على الخلود. آدم وزوجته ما اقتنعوش بكلامه على طول، لكن هو فضل يوسوس ويقسم ليهم إن هو بينصحهم وبيدلهم على الصح، وللأسف صدقوه في الآخر. أكلوا من الشجرة وده خلى عندهم رغبة في قضاء حاجتهم. طبعا هم في الجنة ما كانش عندهم موضوع قضاء الحاجة ده، الأكل في الجنة ما بيتحولش الفضلات لازم تخرج، لكن الشجرة دي بالذات كأنها فعلت حاجة في الجهاز الهضمي لإخراج الفضلات. والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن اهل الجنة انهم مش هيخرج منهم اي نوع من الفضلات عموما، كأن الانسان هيرجع لنسخته الاولى اللي كانت قبل النزول للارض. التفاصيل دي كلها في فيديو وصف نعيم الجنة. المهم لما خرجت الفضلات دي استغربوا ايه الشيء ده، وحسوا انهم عملوا حاجة غلط، فنزعوا لبسهم وبقوا يجيبوا ورق الشجر من الجنة ويحاولوا يداروا بيه اللي خرج منهم ده ويداروا اجسامهم. ابليس حسوا انه انتصر بالموقف ده، فناداهم ربهم وقال لهم مش أنا نهيتكم عن الشجرة دي وحذرتكم من إبليس؟ قالوا يا رب إحنا ظلمنا نفسنا، ولو ما رحمتناش وغفرت لينا إحنا الخسرانين. فربنا أنزلهم جميعا للأرض وقال لهم أنتوا أعداء بعض، آدم وزريته وإبليس وزريته، وكأن ده تجديد للاختبار بالنسبة لآدم وزوجته فقط، لأن ربنا بيحبهم وشاف إن هم اعترفوا بغلطهم، وهو ده الفرق. إبليس لما غلط فضل متمسك بغلطه وخلى الأمر أسوأ، لكن آدم وزوجته حسوا بالندم فبقى ليهم فرصة تانية. نزل آدم وزوجته للأرض وكانوا في منتهى الحزن، خرجوا من أجمل مكان في الكون ولقوا نفسهم في أرض غريبة مليانة صعوبات وعندهم أعداء وعصوا ربنا، بكوا كتير جدا وما كانوش عارفين يعملوا إيه. فربنا برحمته ألهم آدم معاني الاستغفار والتوبة، فاستغفر آدم ودعا ربنا أنه يتوب عليه، فربنا تقبل منه التوبة سبحانه وعرفه أنه ممكن يرجع للجنة، وحذروا تاني وحذرنا من إبليس وزريته وقال لنا إنهم بيقدروا يشوفونا من غير ما نشوفهم، ولو نجحنا في الاختبار نرجع لموطننا الأصلي تاني بإذنه سبحانه. عاش آدم وزوجته في الأرض وبدأوا يتأقلموا مع البيئة الجديدة. جبريل عليه السلام بقى ينزل يعلمهم الزراعة وصنع الملابس وأمور تانية كتير، ولقوا مشقة مثلا في صنع الأكل، يعني لازم آدم يزرع القمح ويستناه يكبر فياخده يطحنه ويعجنه ويخبزه علشان ياكلوه. الجنة طبعا ما كانش فيها الصعوبات دي كلها، وده معنى قول ربنا ليهم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، والله أعلم. اللي حصل بعد كده عايز فيديو لوحده علشان ما نطولش، المصادر كلها تحت الفيديو علشان لو حد حابب يراجعها. ما تنساش تصلي على سيدنا النبي وشوف باقي الفيديوهات، هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك ان شاء الله. سلام.